يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن جدته تذبح للأموات في يوم مخصص، يقول فإذا قلت لها لماذا تذبحين قالت أذبح لله ثم إلى روح الميت صدقة عليه، فما حكم هذا الفعل؟ هذا هو الشرك بالله، يعني تذبح لله وللميت جميع، هذا الشرك بالله. أما إن كان قصدها إنها تذبح للميت يعني صدقة، تذبح لله وتتصدق بلحمها للميت، فهذا لا بأس، تذبح لله لله وتتصدق بلحمها تجعل ثوابه للميت مثل ما تتصدق بالطعام والكسوة، فلا بأس بذلك. نعم. أما إن كانت تتقرب إلى الله وتتقرب إلى الميت هذا الشرك. نعم.